رؤية في المنام يراها النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هي الرؤية؟ خلي بالكم رؤية الانبياء حق، فمش كل واحد بقى يشوف لي رؤية يقول لي بس لقيت الاشارة. لا يا عم، ايه الرؤية اللي شفتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شاف ان هو داخل المسجد الحرام معتمر، وصحابته معاه مقصرين ومحلقين رؤوسهم امنين لا يخافون. فأولها النبي صلى الله عليه وسلم ان هو هيعتمر، باينه جدا كويس، هي دي الاشاره. هنحرك السلام بالعمره. ازاي؟ نطلع نعمل عمره. عمره؟ اه، مبادره. انا جاي اعمل عمره. ايه المبادره في العمره؟ وبعدين معقول انت بتتكلم جد عمره؟ ده احنا بقالنا كام سنه في حرب؟ ده احنا بقالنا 6 سنين في حرب، ده احنا مطرودين منها، بقالنا 6 سنين براها، عايزنا نرجع لها معتمرين من غير سلاح في عقر دارهم، نقول لهم جايين نعمل عمره وهم اللي منعنا من الدخول؟ ازاي؟ مبادره. فاكرين يا جماعه لما كنت بقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم هو دايما صاحب المبادره وقريش رد الفعل؟ تعالوا اوريكم بس حلاوه وقيمة المبادرة دي. ايه قيمة عمرة؟ انا عارف ان انتم الناس ما قالتش يا ما شاء الله دي جامدة جدا، لان انتم مش شايفينها. اخليكم تشوفوها، والصحابة ما كانوش شايفينها زينا. ايه يعني هنحرك السلام بعمرة؟ يعني ايه اللي فيها؟ وما شافوهاش الا بعديها بسنة. بس احنا النهاردة هنجيب من الاخر وبعدين نرجع للاول. خلي بالكوا لما هيطلع النبي يعمل عمرة بيحرق قريش سياسيا احراق شديد، لان قريش قدامها حل من ثلاثة. تخيل احنا متخانقين بقالنا 6 سنين ولقيتني قدام باب مكه بلبس الاحرام بقول لبيك اللهم لبيك، وانت عامل معايا حرب، وقريش زعمتها الدينيه راجعه لايه؟ انها ما بتمنعش حد داخل مكه ان هو يعتمر. لقيتني قدامك، قدامك حل من ثلاثه. فاكرين الهدف اللي فوق؟ ايه الهدف؟ حمل الرساله للارض، عايزين الجزيره تسمع الرساله. قريش منعاهم. قريش قدامها حل من ثلاثة لو أنا جاي معتمر. الحل الأولاني إنها تمنعني، ولو منعتني هي أصلا مش هتقدر تمنعني لسببين. السبب الأولاني إن هي زعيمة الجزيرة اللي بتقول أنا ما منعش حد من دخول الكعبة، وبالتالي لو منعت تفقد زعامتها الدينية في الجزيرة العربية فمش هتعملها. الحاجة التانية إنها لو منعتني ممكن أعلن عليها الحرب، وأنا أقوى وهي عارفة، وبالتالي لو حصل كده هي منهكة فهي مش هتعمل البديل ده. لكن افرض انها منعت النبي، يعني تعالى نقول الحل الاول اللي قدام قريش انها منعت النبي، يكسب ولا ما يكسبش؟ يكسب جدا. ليه؟ لان قريش شايعه في الجزيره العربيه ان محمد واصحابه متمردين، خارجين عن القانون، خارجين عن النظام. طب احنا جايين نعمل عمره، لو رجعتنا قريش يحصل ايه في الجزيره العربيه من القبائل؟ تعاطف معنا، فتبدا الجزيره تسمعنا، وهو المطلوب. مش احنا عايزين نوصل الرساله؟ فيبقى لو منعتني هوصل الرساله. طب البديل التاني اللي قدام قريش ايه؟ تسيبني ادخل. لو سابتني ادخل برضه كسبان. ليه؟ لان انا هبقى قلت للعرب انا دوبت المشكله اللي بيني وبين قريش، اسمعوني بقى يا عرب فيسمعوني، ده ما عادش فيه مشكله. البديل التالت انها تقول لي ما تخشش بس نتفق على صلح، ما تخشش السنه دي ونعمل صلح بيننا وبين بعض، ابقى كسبان اكتر واكتر واكتر، لان احنا لو عملنا صلح فالعرب تقول لها خلاص، تقول ما عادش فيه مشكله، يبقى نسمع محمد بيقول ايه. يبقى انا لو اتمنعت كسبان، ولو دخلت كسبان، ولو اتصالحت كسبان. شايف صلى الله عليه وسلم؟ انت شايف يا جماعه، شايف لما نقول كلمه بقى سياسه النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا ساعات بنسمع كلمه سياسه نقول حرام، او بنبقى مش عايزين عشان دي كلمه عيب، او ما ينفعش ان احنا نسمعها. لا، والشباب والبنات يسمعوها ويعرفوا ان النبي، وان الكلمه دي النبي صلى الله عليه وسلم احسن من اجدها في الكون ولا احسن سياسيين في العالم. فشوفوا كسبان كسبان كسبان، فيبقى العمره سكه. واحنا فعلا عايزين نعمل عمره، احنا مش بنخادع، لكن العمره لها بعد سياسي خطير في ايه؟ في توصيل الرساله اللي هي الهدف الكبير. فانا عيني على الرساله، عايز اوصل الرساله باي طريقه، بس الطريقه نظيفه، هطلع اعمل عمره. عملت العمرة كسبت، منعت من العمرة كسبت، اتصالحت كسبت. أنا عايزك في ضوء دون تتخيل إن قريش قدامها إيه؟ يعني إيه اللي تقدر قريش إن هي تعمله؟ تقدر قريش قدام كل الكلام ده إنها تعمل حاجة واحدة بس. عارفين إيه هو؟ إنها تقول إن محمد مش جاي يعمل عمرة، ده جاي يحارب، مش كده؟
يعني ده البديل الوحيد اللي قدام قريش، يؤمن النبي يحط خطه مضاده سياسيه خطيره. اول حاجه هيعملها ايه؟ هيطلع في شهر من الشهور الحرم. انا مش جاي احارب بدليل ان انا اخترت الشهر ده اللي اعمل فيه العمره. شوفوا يعني تحس ان انت بتتكلم عن مين ده؟ عظيم. شفتوا امبارح كان عظيم في سياسته الاجتماعيه، واول امبارح عظيم في علاقته بالصحابه، والنهارده عظيم في سياسته مع العالم. مين اللي يجمع كل نقاط العظمه مثل محمد صلى الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهتعمل ايه يا رسول الله؟ اول حاجه هروح في الاشهر الحرم. تاني حاجه هيعمل حاجه خطيره جدا. مش هقول بس للمسلمين يطلعوا معايا العمره، للمسلمين وغير المسلمين. اللي عايز يعتمر من القبائل المحيطه بالمدينه يطلع معايا حتى لو مش مسلم. ليه يا رسول الله هتعمل كده؟ هو انا لما كنت بحارب قريش كنت بحاربها بالمسلمين ولا بس، ولا المسلمين وغير المسلمين؟ بالمسلمين بس، لكن انا المره دي طالع سلم، فانا عشان كده واخد معايا غير المسلمين، وبحول القضيه من قضيه المسلمين بس لقضيه العرب. شوفوا يا جماعه، ما قفلش القضيه على المسلمين بس. لو قدرنا يا جماعه ان قضايا المسلمين النهارده ندخل فيها امم متحده، ندخل فيها جهات دوليه، ندخل ونعمل شراكات معاهم، علشان ما تبقاش قضيتي لوحدي وفي الاخر يبقى مني لا النبي ما يبقاش منه لقريش بس. شوفوا التخطيط. بس خلي بالكم، معنى ان هو هياخدهم معاه ان النبي مؤمن وقادر على التعايش مع غير المسلمين، صح ولا لا؟ ده هياخدهم معاه المسافه دي كلها. يبقى لما نيجي احنا دلوقتي يا مسلمين ونقول احنا ما بنتعاملش مع غير المسلمين، انا ما اعرفش اتعامل اصلا، انا لا استطيع ان انا ده مش سياسه النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو اللي طلب. بس خلي بالك يا رسول الله، هتاخد غير المسلمين تحت رايتك وتمشي بيهم المسافه دي كلها، ودي شعيره دينيه. ايوه هاخدهم معايا علشان تبقى القضيه مش قضيتي انا لوحدي وقضيه المسلمين لوحدي، قضيه العرب. فلو قريش منعتنا تبقى منعت العرب، ما منعتش المسلمين. ايه رايك في التخطيط؟ صلى الله عليه وسلم. يؤمن به ويعجب به المؤمنين، يؤمن به ويعجب به المثقفين، يؤمن به ويعجب به المصلحين الاجتماعيين، يؤمن به ويعجب به السياسيين والمفاوضين. فهيعمل دي، وهيعمل حاجه ثالثه خطيره جدا، كل ده عشان يبوظ على قريش انها تقول ده طلع يحارب، مش هيعرفوا يقولوها. ايه الثالثه اللي هتعملها يا رسول الله؟ هاخد معايا الهدي. هسوق الهدي معايا. ايه الهدي؟ الخرفان اللي هتتذبح. هتاخدها ليه؟ عشان اثبت حسن النيه، انا جاي للعمره. وادي الهدي معايا. انا عارف طبعا في ناس بتقول لك طب ما احنا بنطلع العمره ما بناخدش معانا هدي. ما هي الايه بتقول يعني واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي، لو هتتمنعوا خدوا الهدي. فاحنا الحمد لله ما بنتمنعش وبنيجي زي ما احنا عايزين وكده، ولو كنا هنتمنع كانت الطيارات دلوقتي تبقى مليانه خرفان يعني عشان الناس تذبح وحاجات زي كده. فالحمد لله ان ما فيش منع والطيارات ما فيهاش خرفان. لكن المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم احتمال نتمنع، فواخد معاه الهدي. خلي بالك، اخذ الهدي ده سياسه عميقه. ليه؟ فيها حسن نيه يا قريش اهو، بصي يا عرب، خلي بالكم انا جايب معايا ايه، كل الناس تشوف انا مش جاي حارب. وحاجه تانية فيها تهديد، لو منعتموني هذبح الهدي وكل العرب هتعرف ان انا ذبحت الهدي عشان منعت من الدخول. شفتوا فجمعت اخذ الهدي بين الترغيب والترهيب، بيهدد قريش وفي نفس الوقت بيقول لهم انا جاي للسلام. ايه رايك في سياسه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ناس كتير يا جماعه بتعجب بسياسيين، يقول لك يا شفت فلان السياسه، شفت غاندي عمل ايه، طب شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتحرك ازاي؟ وبمنتهى البساطه. بس من اجل ايه؟ مش من اجل الحرب. ياما سياسيين قالوا عليهم عبقره في فن الحرب، اما النبي اليوم في فن السلام. كل ده يا رسول الله بتتحايل عشان تزنق قريش تضطر للسلام. ما تطلع جيش وتخلص عليهم يا رسول الله. لا لا، مش ده الاصل. يا رسول الله، ده الصحابه مشتاقين الى الشهاده. ايوه مشتاقين الى الشهاده لما يكون في جهاد، لما يكون هناك داعي حقيقي يدعو الى ذلك في وقت صحيح في مكان صحيح بطريقه صحيحه. لكن لو نستطيع ان احنا نحصل بالسلام نفعل ذلك. فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويسوق الهدي. حاول تتخيل معايا الروح المعنويه للصحابه عامله ازاي؟ عامله ازاي الروح المعنويه للصحابه؟ تخيل المهاجرين بالذات فين؟ في السماء، فرحانين. النبي صلى الله عليه وسلم لبس لبس الاحرام وقال اني مرتحل بالعمره، فتجهزوا. فيبدا الصحابه 1400 صحابي
وياخدوا معاهم الهدي بتاعهم. انا عايزك تتخيل بقى نفسيتهم، يا هشوف بيتي بلدي حبيبتي بقى لي 6 سنين ما شفتهاش. اللي يعرف الشعور ده يا جماعه اللي قاسى البعد عن بلده ومش عارف يروح لها. 6 سنين مش ممكن ما تحسوش باحساس الصحابه انتوا دلوقتي، لكن اللي داقه يعرف قد ايه فرحه الرجوع لبلده طعمها قد ايه. النبي 6 سنين والصحابه بيوتنا شكلها ايه؟ يا ترى مكه اتغيرت؟ وكمان هنشوف الكعبه وهنطوف. حاسس الروح المعنويه عامله ازاي؟ حاسس بالفرحه؟ خلي بالك طول ما احنا ماشيين ورا الرساله. في ناس هتنسى وتفتكر ان هي الموضوع العمره وبس. احنا الموضوع ايه؟ عايزين احنا رايحين اصلا ليه؟ خلي بالك اوعى تنسى، اوعى تنسى الهدف الاصلي الرساله. فطالعين هيبدا النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك، هنوصل، ها ماشيين في وسط الطريق. عرفت قريش، اقسمت قريش لا يدخل علينا ابدا، لا يمكن يدخل عند قريش باين، بس هنزنقهم دلوقتي اصبروا واحده واحده. لا يمكن يدخل علينا. طب هنعمل ايه؟ نطلع كتيبه من 200 فارس مش هم جايين معتمرين، واخدين معاهم بس الاسلحه بتاعه الاستخدام الشخصي، ومعهمش غير 40 فرس، عباد بن بشر ومعاه 40 فرس بس عشان حمايه المجموعه لكن مش للقتال. نطلع 200 فارس بقياده خالد بن الوليد، يقابلهم في السكه قبل ما يوصلوا مكه، لان لو وصلوا مكه وجم على حدود مكه يبقى منعناهم، لكن لو منعناهم في نص الطريق تبقى مناوشات وحرب. فاهمين الفكره؟ فكره برضو يعني بيفكروا يعني. لو منعناهم في نص الطريق العرب ما تلومناش، ما تقولناش منعتوهم من دخول الكعبه، لا دي كانت معركه. ويا سلام يا خالد لو احتكيت بيهم وعملنا كده صدام ويبان ان هم اللي غلطانين واحنا نروج الاشاعه. يطلع خالد بالجيش بال 200 فارس ويستنوا في منطقه. النبي صلى الله عليه وسلم له عيون في كل مكان. صلى الله عليه وسلم المخابرات بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم شغاله ما شاء الله، مسح الجزيره. طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد ما بيهزروش، ما فيش هزار. يطلع طلحة ويطلع سعيد يجيبوا آخر سيدنا خالد واقف فين، يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله مستنيينك في الحتة الفلانية. قد لبسوا لباس الحرب وأقسموا وتعاهدوا ألا تدخلها عليهم أبدا حتى يموت آخر رجل منهم. الكلام كده قريش بالتحدي ده. فقال النبي أشيروا علي أيها الناس. كم مرة نقول أشيروا علي أيها الناس دلوقتي؟ مش كده؟ هل مر يا جماعه من يوم ما ابتدينا المدينه، هل مر حلقه ما جاتش كلمه اشيروا علي ايها الناس؟ بدر، احد، خندق، مش كده؟ شوفوا الشعب المتلاحم، شوفوا الناس المتلاحمه مع النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول الكلمه دي عشان الناس تحس ان كلها ايد واحده. هتشوف اثر اشيروا علي ايها الناس بعد شويه. لما القائد يدي للناس ويدي للشعب الامكانيه ان هي تقول، وكل مره هو بيسمعها وبياخد وبيدي معاها، شوفوا هيتلحم وهيقووه قد ايه. هتشوفوا دلوقتي وهيقووه قدام قريش. ولولا ان هم متلاحمين كده مش ما كانش النبي خد موقف قوي زي ما هنشوف دلوقتي. هنجلها. اشيروا علي ايها الناس، قولي لي رايكم ايه. فيقوم له ابو بكر الصديق، قال يا رسول الله والله ما خرجنا لنقاتل الناس، ولكن خرجنا للعمره، فان قاتلونا قتلناهم حتى نعتمر. دي وجهة نظر سيدنا أبو بكر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيه؟ مبدئياً متفقين إن إحنا مكملين العمرة. بس النبي مش عايز يحارب. هم بيتحرشوا بينا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل يدلني على طريق وإن كان وعراً حتى لو طريق وحش أتجنب به خالد والفرسان. فأصل إلى مكة، بص هنعمل إيه؟ إحنا عايزين نوصل لمكة، يعني أنت واخد بالك؟ عايزين نوصل لمكة عشان نزنق قريش. عشان نقول لها ها هتدخلينا ولا مش هتدخلينا ولا نمضي صلح. وصلت يا جماعه؟ وصلت النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرك ازاي؟ شايف ايه ده؟ ايه الرقي ده؟ انا ازعل قوي بعد ما نسمع الكلام ده ونلاقي شبابنا يعني يقصر الاسلام على العباده فقط، والعباده عظيمه، وانا ابتديت الحلقه بقول لازم نتعبد، دي هي دي طاقتنا، دي هي دي جنتنا ونارنا، لكن لما تقصرها على كده بس. عايزين شباب بيخطط، عايزين شباب يخش كليات اقتصاد وعلوم سياسية، عايزين شباب بيقرا الأخبار وبيفهم في السياسة وبيتكلم فيها وبيشوف رؤية بلاده محتاجة إيه، عايزين ناس عايشة واقع بلادها، مش ناس منغلقة على نفسها حتى وإن كانت عابدة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول مين يدور لي على طريق اجتنب بيه الوصول لخالد؟ خالد في الوادي اللي هناك ده، انا عايز اتجنب الوصول اليه، عايزه يفاجئ بي على حدود مكه. فيطلع صحابي من الصحابه ويقول له انا اعرف سكه يا رسول الله، بس سكه وحشه جدا وعره جدا. فيقول النبي نعم ايوه نروح فيها. فيطلعوا من السكه دي، كل ده خالد مستني، يبقى مين اللي مخابراته اجمد، قريش ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ناس مصحصحه يا عم، مش ناس نايمه يعني زي حاله ناس كتير دي. المهم يعني فيعني مش زي حالتنا الان واحنا لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لافف النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل المنطقه الوعره، ويتوغلوا 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 لغايه ما يوصلوا لمنطقة اسمها الحديبية، يفوق خالد بن الوليد بعد ما يكون المسلمين خلاص وصلوا، فيرجع بالفرسان جري ينذر قريش. يبقى فشلت الخطة. يبقى فشلت خطتك، وصلنا خلاص يا عم، ملهاش حل. وادي الهدي اهو، وادي لبس الإحرام، وادي التلبية لبيك اللهم لبيك، وآدي مسلمين ومعانا ناس مش مسلمين وإن كانوا قلة جدا، وآدي طالعين وبنقول لكم إحنا عايزين نعتمر. وانا اسمي محمد بن عبد الله اللي جدي اللي حفر زمزم، ودول اهل البلد دي، هتمنعونا قدام العرب ولا هتدخلونا ونزول الخلاف ونزيل الخلاف والعرب تسمعني، ولا تمضوا صلح والعرب برضو تسمعني؟ يعني كذبك كذبك. ملكش حل. قريش مزنوقه جدا. تعرف قريش ان النبي وصل عند الحديبيه، تقوم جاريه جمعه قاده الجزيره العربيه اللي جنب قريش، لان الموضوع مش هيلحق يجيبوا كل قاده الجزيره العربيه، فتجيب قائد خزاعه، قبيله خزاعه اسمه بديل بن ورقاء، وتجيب قائد الاحابيش اسمه حليس بن علقمه، وتجيب قائد ثقيف الطائف. فاكرين الطائف لما النبي حب يروح الطائف عشان دي القوه اللي جنب مكه؟ جابوا قائد الطائف اللي هو عروه بن مسعود. فاكرين الراجل اللي رد على النبي رد قاسي يوم النبي راح الطائف؟ هو ده هو ده. يجيبوا الثلاثة ويقولوا لهم الحقونا، ويجتمعوا في دار الندوة. مين اللي مجتمع؟ عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، مع الثلاثة دول قادة العرب مع قادة قريش. في واحد مش موجود، فين أبو سفيان؟ أبو سفيان فين؟ سيد قريش اتكسر بعد الخندق. وقالوا له بقى إيه يعني؟ يعني دوره اتهمش مرحليا في الحديبية. فعكرمة وسهيل بن عمرو وصفوان هم اللي بيقودوا، وهم لسه شباب طايش، بالذات عكرمة وصفوان، وعايزين ينتقموا لأهاليهم، فبيتصرفوا بطيش، ما فيهمش الحكمة بتاعت الكبار. فدي ميزة نسبية للمسلمين. طيب وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ها ناويين على ايه؟ مكملين مش كده؟ مش احنا متفقين ان احنا هنخش؟ يلا داخلين 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 داخلين. فجأة عند الحديبية ناقة النبي قامت بركت، فقالوا لها حل 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 في لغة العرب عشان يقوموا، فتقوم وتقوم بركة تاني. حل حل مفيش فايدة، يزقوها يدفعوها مفيش فايدة، مش راضية تتحرك. فقالوا خلأت القسواء، ما سمعتش، عصت الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي ما خلأت القسواء وما ذلك لها بخلق. دي مش أخلاقها، دي ناقة النبي، أنا عارف أخلاقها، دي مش أخلاقها، أنا خبير بأخلاقها، دي مش أخلاقها. وما ذلك لها بخلق. طب ما الايه يا رسول الله؟ ولكن حبسها حابس الفيل. فيل مين؟ أبرهة. أبرهة ما دخلش ليه؟ ما قدرش الفيل يدخل ليه؟ تعظيما للبيت الحرام. طب والناقه دي ما دخلتش ليه؟ كأن الاشاره لو دخلت هيحصل صدام. استنى هنا. خلي بالكم مش وحي برضه. فاكرين الرؤيه؟ اشاره. وهنا اشاره. كأن المعنى إيه؟ كأن يا رسول الله ما تتقدمش، لو تقدمت هيحصل صدام، وإحنا عايزين السلام مش عايزين الصدام، ابقى في هذا المكان. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ويقول لن ندخل انتظروا. خلي بالك الصحابة دلوقتي كل شوية بيحصل لهم إيه؟ الأول كانوا فرحانين قوي إن هم إيه؟ رايحين يعملوا عمرة، والنبي قال لهم أنا شفت رؤية إن إحنا هنعمل عمرة. طيب فدون أول الفرحة، وبعدين جه أبو بكر قال لهم في قتال، فحصل لهم ايه؟ تخيل واحد رايح يعمل عمره اتقال له في قتال، وبعدين دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لا قتال ولا ايه؟ ولا عمره، هنقعد بره. كل ده بيقولوا ايه؟ حاضر يا رسول الله. فاكر لما كنت بقول لك شايف المرونه؟ شايف التلاحم والتجاوب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ روح واحده، ناس داخله ببعضها، قائد وجنوده عايشين مع بعض متلاحمين.
معنى مهم قوي محتاجينه قوي 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 في بلدنا قوي. تلاحم غير عادي بين النبي وبين الصحابة، أو قل في هذا اللقطة قائد وجنوده. شايف التلاحم؟ شايف التفاهم؟ حاضر وبنفس راضية وبثقة، لأن اتعاملوا معاه سنين واثقين فيه صلى الله عليه وسلم وعارفينه. طيب هتعمل إيه يا رسول الله؟ يقوم النبي يقول كلمة مهمة قوي، خلاص هنستنى هنا، وبعدين يقوم قايل النبي: والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة، خطة يعني صلح، يعظم فيها صلة الرحم بيننا وبينهم إلا أجبتهم إليها. أنا عايز أعمل صلح. خلي بالك أول مرة يصرح، مش كده؟ أول مرة يصرح بالوضوح ده، كل ده أنا عايز أعمل صلح. وأي عرض للصلح خلي بالك هو عينه على الإيه؟ تاني عايزين قريش تخلي بيني وبين الناس عشان أوصل الرسالة للدنيا. قريش دلوقتي قررت إن ما عادش قدامنا حل غير حاجة واحدة بس. إيه هي؟ نسيت أقول لك معلش حاجة مهمة. أول ما وصلوا للحديبية العطش شديد قوي، عطشانين جدا 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 ومش قادرين وتعبانين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفيها بئر؟ المنطقة الحديبية دي فيها بئر؟ الحديبية بينها وبين مكة 9 ميل. أفيها بئر؟ قالوا: بئر به ماء جفت يا رسول الله. فيها بئر واحد بس الماء جفت. قال: أمعنا ماء؟ قالوا: قليل جدا يا رسول الله. قال: أتوني به. فجيء بالماء، الحديث البخاري. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الماء، ثم ظل يدعو ويدعو، ثم قال: ألقوا الماء في البئر. ثم أخذ سهما من كنانته وقال: غرسوا السهم في قاع البئر. فغرسوا السهم بعدما النبي دعا في قاع البئر، فانفجر البئر بالماء. يقولون: فظل 1400 يشربون ويتوضؤون ويغسلون منه حتى غادرنا الحديبية. 20 يوم قعدوا في الحديبية، 20 يوم. معجزة مش كده؟ أقول لكم حاجة عجيبة قوي، اشمعنى المعجزة هنا؟ لفتة جميلة قوي. واخد بالك من ساعة ما ابتدينا الحديبية لغاية النهاردة، لغاية دلوقتي، أنت شايف النبي الإيه؟ السياسي البارع مش كده؟ بس لازم أوعى تنسى إنه نبي صلى الله عليه وسلم. فكان لازم معجزة عشان تعرف إنه سياسي بارع، بس ما يجيش حد يقول: لا ده صلى الله عليه وسلم حكيم سياسيا ونبي. ولا نخجل من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شايف المعجزة جاية متوظفة في توقيتها إزاي؟ هو رسول الله. وعشان الصحابة دلوقتي هيلاقوا أمور سياسية كتير، صدقوا إن المستشرقين نفسهم بيتعبوا قوي من الحادثة دي، الحادثة دي في البخاري، قصة السهم والمية اللي طلعت. ليه بيتعبوا؟ لأن هم بيفضلوا يتكلموا عن صلح الحديبية على إن النبي سياسي بارع، فتجيلهم الحكاية دي في النص، فيبقوا متلخبطين مش عايزين يحطوها. لأن هم المستشرقين عايزين يحطوا النبي في إيه؟ في بوكس من البوكسات، هو داعية ولا نبي ولا سياسي، وهم مش عايزين يركبوه غير على حاجة واحدة بس. لكن هو كل دول، هو صاحب رسالة إصلاحية شاملة، يقول لك هو شيخ ولا داعية ولا قائد، هو كل الحاجات دي صلى الله عليه وسلم. فالمستشرقين مش عايزين يحطوا، تعبانين من الرواية دي، لأن ربنا حطها في التوقيت ده. في وسط السياسة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي ويشرب الجيش كله. نسيت أقول لكم برضو حاجة جميلة قوي، وهم بيتحركوا داخلين على الحديبية، المنطقة واعرة قوي، فلقوا كلبة بتولد ومعها صغرها. فقال النبي: غيروا مجرى الجيش. فقالوا: يا رسول الله تعبانين، مش كفاية ان احنا في منطقة واعرة؟ قال: والله لا نروعها، غيروا مجرى الجيش. سياسي رحيم، نبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.